هذا هو الينبوع الذي ترتوي منه كل نفس. أما الجراحات فهي بسبب جريمة لم أقترفها. لا هلا بعد ما في شيء، بدي اشوف الحكيم بس مو قدام العالم مثل ما انت بدك. شوي معلش شوي بس في شيء. لحظة هلا بس هو اللي ترفعي بترفعي طلب بس الدكاترة يقعدوا يفتح مسكر بسرعة خلي يشوفه بسرعة في شيء بس استنى هو عم يقول يمكن حاسس في شيء في شيء؟ جرح خفيف. Hold on a couple. Then who? Kaffee. Okay. Okay. Let's go by a hand. Clock on this. Okay. For me. Then also. Then also. Then I put it for me. Yeah. Ah. But it's also the under. Yeah, my goodness. Hmm? It's good on the Hello. How long is the wound? Susanna. Nå er vi litt større. Litt lengdeaksen. Ok. Hvordan er det? Nå venter vi skal ha 15.
Jag tänker fortsätta. Nu. Kör ni då? Och stå och ramma det. Det tar vi ett. Inget skap. Jag vet inte hur flinke den kommer då. Tänkte man skulle kolla det. Har jag inte en stor rumare? Ja, men den här kommer ut. Kom du ut? Det är därför som man jobbar mot den. Sikt oss på marken. بس أنا ما بكون واعية، بس هالمرة أنا واعية، واعية وعم بسمع صوت. بس كيف بدي أقول لك؟ مع الصوت اللي عم بسمعه عم بسمع صوت العالم، يعني معناتها أنا مو غايبة. مو غايبة عن الوعي. يعني في صوت هو داخلي، لا منه داخلي، بس مع العالم، لأنه عم بسمع صوت العالم وعم بسمع الصوت. وقلته على العالي وأبونا كان قاعد حتي عم بيسجل. بس بعدين ما عاد شو قالت؟ ما عاد سكرت شو قلت؟ قالت له سيدنا ثلاث جمل قالت هذا هو الينبوع الذي ترتوي منه كل نفس الذي ترتوي منه كل نفس وجرح قلبي هو ينبوع الحب أما الجراحات فهي بسبب جريمة لم أقترف هيك سمعت أنا هيك سمعت وهيك قلت بس بعدين نسيت ما عاد ما تذكرت بس هالمرة سيدنا كانت هيك توجعت أكيد لكن كان في فترات كتير سلام بوجهي ابتسامات يعني كأنه عم تشوف شيء ما بعرف شو شافت ما قدرنا نعرف بس إنه كنت أنا جوا ما كنت مبسوطة الحمد لله قبل هيدا الجرح كنت بحالة يرسل بس عم حافظ بدي حافظ على عدوي بدي ما أعصب عن جد عم بروض حالي ما بدي رد أحد وانت بعتبر اني مرة انتصرت بس انه شبه قدرت مالك تحت هذا الناس قعد هون الله معكم يا عيني كل عام وانتم سالمين